100 جنيه بتاع ايه ده انت لا بتكلم نفسك؟ كده كده محمود انت كده بتكلم بتاع. نفسك؟ ثواني بس، ثواني عشان بحسب حاجة، مش وقت إفيهات، بحسب حاجة. ايه ده ايه ده ايه ده انت مرصص الفلوس كتير ايه؟ دي شكلها لعبت وولعت والزهر هيلعب معانا. لا ده الزهر انا اقعد هيلعب؟ لك بقى. طبط طبط. اه الحمد لله. واهدي بقى ثواني. ايوه يا عم. طيب يبقى ادي بقى عم حسين اللي على اول الشارع بتاع الالعاب 500 جنيه بتوعه. نعم؟ عم حسين بتاع الالعاب عم حسين بتاع اللعب؟ اهو اديله 500 جنيه؟ اهو. اديله 500 جنيه ليه إن شاء الله؟ ما انت مش عايش معانا في البيت ولا شايف حاجه؟ شايف العجله اللي وراك دي؟ ايه ده؟ ابنك شبط فيها واحنا ماشيين، كانت متعلقه، رحت خدتها له. صلاة النبي اه أزغرت خدتها له ب 300 بجد جنيه والله. حصلت 300 جنيه معاه. دي لقطة، لقطة 300 لا جنيه حصلت معاه. العجلة دي كلها 300، دي لقطة والله. اه 500 جنيه و300 جنيه ايه يا بنت؟ أنا قاعد بحسبها شمال ويمين وقاعد بكلم نفسي. ليه بس؟ ما انت الدنيا حلوه يوم مترصصه ايه مالك؟ 100 جنيه غاز، اه 120 جنيه مية، اه 200 جنيه كهرباء، ما شاء الله. 300 جنيه بتاع السوبر ماركت، الطلبات اللي جبناها من كام يوم اللي ليه عندنا، ودفعت الإيجار وجبت الطلبات اللي وانا جاي مترصصه. ها هتلعب معانا، وادي اللي باقي و480 جنيه اللي باقي، يا رب يكفونا لاخر الشهر. جاي انت تقولي لي 300 عشان لعبه ومش عارف ابن شبت؟ لا والله فرحتيني والله. ادي ال 300 جنيه اهم. وبعدين استني، او ايه 500 وهات 300؟ ما فهمتش يعني، لا انت هتديله 500 انت هو. عايزه مصلحتي في 200 جنيه يعني لا لا ولا لا ايه؟ والله ابدا، هي العجله ب 300، انا فصلت معاه خدتها ب 300، هو حسابه 500. ده بعد الف قبل الف مش في... لا لا ازاي لا يعني؟ انا جبت ايه، عارف العوامه الفلامينجو الكبيره اللي على شكل طائر الفلامينجو دي؟ عارفها ايه طائر الفلامانكو دي؟ العوامه الكبيره اللي شكل البطه دي اللي بتبقى في الماء دي تشيلنا احنا الاتنين، ايوه يعني جبتها، نعمل بيها ايه يعني؟ مش فاهم نقعد فيها احنا الاتنين هنقعد بيها فين يعني؟ مش فاهم برضو، في البحر. انت عملتي بحر جوه في البانيو يعني؟ يعني وانا مش فاهم يعني، فهميني فهميني اكتر. ايه يا محمود، هو انت مش هتحجز لنا مصيف ولا ايه السنه دي؟ مش هحجز لك ايه؟ الجو حر حبيبي، بقينا في الحر خلاص. مصيف العيد داخل، كل سنه وانت طيب. اه العيد داخل وكل سنة وانت طيب، وتحجز لنا مصيف بقى. انا قاعد بكلم نفسي وقاعد عمال احسبها شمال ويمين، والقبض قبضته اتفرق هنا وهنا وهنا، وقاعد بحاول ادبر الدنيا عشان تكفينا لاخر الشهر. وانت يا وليه يا معدومة انت الضمير، ايه يا وليه اللي ما انت عندكيش بس؟ فهم، يا وليه يا معدومة الرحمة والإحساس، خلاص يا حط حط يا وليه اللي هتخليني خلاص أعمل فيكي حنك حاجة، تقولي لي ايه تقولي ده لي حنك مصيف خلاص إن يا شاء الله؟ حنك. مع إننا طلعنا ما مصيف عندنا، ما خلاص إن يا شاء الله. حنك فلامينجو إيه اللي جايباه خلاص حبيبي ده؟ حقك. إحنا مش لاقيين نجيب خلاص حتة جبنة فلامانكو، تقولي خلاص لي أنت أنت حقك اتجننتي ولا هرجعها له إيه؟ خلاص هرجعها أنت عايزة تخشي العيب مصيف؟ خلاص لا حقك أنت هتخشي العيب ضربة في وشك.